اصلح المعلومه بس ان الخط ده بالطريق اللي هو الانترستيت 5 اللي هو طالع من اوريجن ماشي على كل المدن دي وواصل يخش لحد سان دييغو لوس انجلوس هنا احنا هنا بالظبط سان فرانسيسكو هنا فهي القناه طالعه من هنا مش من هنا القناه بدأ من هنا من عند سان فرانسيسكو المياه بتيجي من الجبال العاليه اللي هنا دي كلها حوالي بتوصل مثلا 10,000 واكتر شويه شاستا اللي انا كنت صورته من كام يوم في المنطقه دي كده شاستا ماونتن فالمياه دي بتنزل الحضار من هنا لهنا بس سان فرانسيسكو والمنطقه دي كده حوالي تقريبا 200 قدم فوق مستوى البحر يعني منخفضه جدا فالمياه اللي بتنزل من الجبال دي كلها بتتجمع هنا وبعدين بدل ما يسيبوها تروح على المحيط وتبقى مياه مفقوده فبيمشوها في الايه في الـ في الـ في, الـ في المناطق اللي هي محتاجه تزرع من اول سان فرانسيسكو هنا لحد في المنطقه دي كده اللي هي تقريبا صاد لوس انجلوس المنطقه دي كده بالظبط حوالي 400 ميل